أجازة 5 أيام للطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة 2023. امتحانات الثانوية العامة 2023 أوبن بوك دون السماح بدخول الكتاب المدرسي. مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. خلاص بدأنا العد التنازلي لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، واللي هتعقد بشكل رسمي يوم الاثنين الموافق 12 يونيو المقبل، يعني فاضل كده 47 يوم على الامتحانات. وعلشان كده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعمل على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية للامتحانات من خلال تجهيز أرقام الجلوس وتحديد مقرات اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، مع استبعاد اللجان الامتحانية اللي شهدت أعمال شغب وغش الأعوام الماضية، بالإضافة إلى وضع أسئلة الامتحانات لكافة المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية من بنوك الأسئلة. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي هتكون أوبن بوك دون السماح بدخول الكتب المدرسية لجان الامتحانات. طب الوزارة هتعمل إيه؟ هتقوم بتوزيع كتيب مفاهيم على الطلاب داخل اللجان الامتحانات للاطلاع على المسائل والخرائط والمصطلحات العلمية والأدبية، فضلا عن أن الامتحانات ستعقد ورقيا بنظام البابل شيت، حيث تحتوي الامتحانات على 85% من أسئلة اختيار من المتعدد، أما 15% الباقية هتبقى أسئلة مقالية. أعمال التصحيح هتكون إلكترونية دون تدخل العنصر البشري لضمان عدم حدوث أي أخطاء. كمان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هتبدأ في تركيب كاميرات المراقبة داخل اللجان الامتحانية قبل عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بنحو 5 أيام، والكاميرات دي هتكون متصلة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة والغرف الفرعية بجميع محافظات الجمهورية علشان تراقب سير العملية الامتحانية داخل اللجان وضبط الطلاب الغشاشين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كمان الوزارة أكدت أنها لن ولم تسمح بالغش الإلكتروني أو الجماعي داخل اللجان الامتحانية، وأن هناك إجراءات عقابية لأي طالب يحاول الغش. وزارة التربية والتعليم قالت كمان أنه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وأن الامتحانات هتبدأ يوم الاثنين 12 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، أما الثلاث 13 يونيو هتبقى مادتين الاقتصاد والإحصاء، والحد 18 يونيو اللغة العربية، أما الثلاثاء 20 يونيو هيبقى اللغة الأجنبية الثانية، والحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعب العلمية والجغرافيا لطلاب الشعب الأدبية. وزارة التربية والتعليم أوضحت كمان أن الطلاب سيحصلون على أجازة عيد الأضحى المبارك من أول 27 يونيو حتى 1 يوليو، أي يحصل الطلاب على 5 أيام أجازة قبل أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، وبعد كده هيستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من أجازة عيد الأضحى بيوم الحد 2 يوليو بمادتين الفيزياء لطلاب الشعب العلمية والتاريخ لطلاب الشعب الأدبية. وتابعت الوزارة أن الطلاب هيأدوا يوم 3-4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علم الرياضة، أما الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والحد 9 يوليو هيبقى الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علم علوم، التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علم رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعب الأدبية. الثلاث 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علم رياضة، والخميس 13 يوليو مواد الأحياء لطلاب شعبة علم علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علم رياضة، أما الفلسفة والمنطق لطلاب الشعب الأدبية. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.